هتكون النهارده مفاجاتنا وفقره خاصه مع الفنانه الكبيره والجميله ونجمه عرب ايدول، وبنقدر نقول انه فنانه كمان بتتكلم مصري زينا بالظبط، لكن هي اصلا تونسيه، وكل الحب والتقدير لتونس الخضراء. النهارده هتاخدنا في رحله، لان هي صوتها الحقيقه الجميل بيتنوع ما بين كافه الاشكال الغنائيه، عندنا طرب اصيل، عندنا اغاني بالتونسي، عندنا اغاني بالمصري، والنهارده هنعمل لها اختبار في كل هذه الانواع. خلونا نرحب مع حضراتكم بالفنانه الجميله والكبيره شيرين اللجمي. اهلا بيكي، منورانا ونورتي مصر. عايشك عسلامه. يعيشك برشا. الله على التونسي الجميل. انا فرحانه لاني موجوده معاكم اليوم في البرنامج، محليكم. نحب نحيي المصريين الكل، وانتوا فاهميني صح؟ لحد دلوقتي تمام، كملي كده ولو ما فهمتش هقول لك على طول. نحب نحيي المصريين الكل، نقول لهم اللي انا فرحانه اللي انا موجوده في بلاد كبيره كما مصر ام الدنيا، وان شاء الله هيكون عندي اعمال جديده مصريه، لاني قصرت يعني الفتره كبيره في الانتاج المصري. اولا اهلا طبعا وسهلا بيكي في بلدك مصر، واحنا نعشق التوانسه ونعشق اللهجه التونسيه الجميله الحلوه دي، ومنوره الدنيا. منوره بيكم. عايزين نبدا في الغنى بقى على طول. انت ليكي اغنيه؟ اوكي. بنت بمليون راجل. بنت مليون. حلو. ولا مليون ايه؟ ولا ألف؟ هم ألف. طب ألف. لا نعتبرها مليون على ايدك. حلو. نعتبرها بمليون. طيب اغني لك. في الطريق مرات وقعت، قمت ووقفت ومشيت، عمري ما قبلت ورضيت بالتنازل عن طموحي، وعمري أبدا ما انهزمت، سني يمكن مش كبير بس شفت حاجات كتير، شفت شر وشفت خير، وفي تجارب كتير قابلت. انا بنت بألف راجل، واقدر عالدنيا وحدي، مش بهرب من المشاكل، واليأس ما عنده عندي. الله عليكي. وبعدين هنعمل كده، هنعمل فريق انا وهي. إيه؟ بنت يعني بألف راجل، او خليك انا بنت بألف راجل وهي بنت بمليون راجل. انا حاسس ان انا في خطر في الحلقه دي. خلي بالك. لا ما تخافش، انا كتونسيه طيبه، هي اكيد طيبه برضه، احنا ستات حلوين يعني. هنشوف 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 الموضوع ده. انت كمان دخلة بقى بتقل الجامد، انت غنيتي طبعا في تونس، جماهيرتك كبيره وعريضه، الوطن العربي كمان عارفك من خلال عرب ايدل باشكال وانماط مختلفه من الغنى، لكن عندك مشروع مصري كبير في الفتره اللي جايه. ان شاء الله. صح. ما تدينا كده هنتات، تعملي مع مين، بتشتغلي مع مين، هيطلع امتى؟ والله بشتغل مع مين؟ نجم نقول لك بشتغل مع مين. بس لسه الاغاني بنحضرهم يعني. ف اوكي هقول لك، اشتغلت مع في اغاني مع نور الدين محمد، الشاعر الكبير نور الدين محمد، في الملحن احمد عتباني برضو. التيم ده انا اشتغلت معاه كتير، عشان ناس بجد محترفه وبتعمل شغلها بكل حب، وبتبقى كلمات راقيه وجميله. في كمان ده البوم ولا سينجلز جايه؟ لا لا هيبقوا سينجلز. في الملحن اسلام علي برضو، عامل لي اغنيه حلوه قوي قوي، انا مبسوطه بيها جدا. في ناس كتيره بصراحه يعني، بجهز شغل كبير. في اغنيه برضو هتبقى لبنانيه، فربنا يسهل. طب حلو بقى موضوع اختلاف اللهجات بين المصري والتونسي واللبناني، ده برضو محتاج مهاره في الغنى. ايه اللي صعب بالنسبه لك، او يعني ايه اللهجه اللي شويه بتقولي كده بركز فيها يعني؟ استني تنقل لك يعني، التوانسه اي لهجه ممكن يتقنوها يعني، لو بيتكلموا فرنسي بيبقى فرنسي بيور، لو انجلش برضو انجلش انجلش، لو مصري مصري، لو لبناني لبناني، بتعرفوا كل اللهجات. يعني عشان بننطق الحروف زي ما هي يعني، زي ما هي مثلا قاف او جيم، فبنقدر نقول كل اللهجات. طب سمعينا ايه تاني بقى من البروجكت الجديد دوت؟ لا انا مش عارفه اسامحك حاجات جديده، بس انا ممكن نغني. ايه رايك نغني طربي؟ يلا نسمع. وانت كسرت الدنيا في الطربي في العرب عادي. الله يخليك. هنسمع منك بقى الاغنيه دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل معاكي. اوكي يلا سمعيني. طيب نقول انت
تختار لنا مين بقى؟ مين غير كوكب الشرق؟ انت بتحبي ايه؟ مين غير كوكب الشرق؟ يعني هنقول ام كلثوم؟ مش طبعا يعني اكيد طبعا طبعا مين غيرها؟ طبعا سوري. اسأل روحك تيرارارا، اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني، انا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان املي مصبرني، غدرك بيا أثر فيا، غدرك بيا أثر فيا، وتغيرت شوية شوية وتغيرت ومش بداية، وتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بداية، وبديت اطوي حنيني اليك واكره ضعفي وصبري عليك، واخترت ابعد وعرفت عنيت، واخترت ابعد وعرفت عنيت، حتى الهجر درت عليه، شوف 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 الأسوأ بتعمل ايه.